من أجل إعطاء ديناميكية لمشروع المدينة الجديدة بوينان ورفع كل العراقيل التي تعيق وتيرة الإنجاز، أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة على لقاء تقني جمعه بوزيري الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان والموارد المائية حسين نسيب وممثلين عن قطاع الطاقة. وبالمناسبة أعلن شرفة عن تسليم أزيد من 7000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية السنة بالمدينة الجديدة. هشام أكلي. المدينة الجديدة بوينان تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 2175 هكتار وبأزيد من 36 ألف وحدة سكنية وبتعداد 200 ألف ساكن. مدينة بهذا الحجم استلزم عقد لقاء تقني ضم مختلف القطاعات الوزارية لرفع العراقيل وإعطاء ديناميكية جديدة للمشروع. كل من قم به في إطار عمل حكومي، وهذا يندرج بالطبع في برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي جعل من السكن أولوية وطنية، والبرنامج اللي مسطر باش نسلم خلال هذه الفترة 2017-2018-2019 مليون وحدة سكنية، يعطينا معدل سنوي بين 300-320 وحدة سكنية. احنا رانا في هذا البرنامج. ومع نهاية هذه السنة سيتم تسليم أزيد من 7000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوينان. اون فو الي او دولا دو 7000 خاطر مالا ديال تقدموا بزاف الأشغال تاعهم. نحب نروح إلى 10000، ولكن 10000 هذا يبقى مرتبط بالشبكات الأولية اللي راح ترافق السكنات. هنا خاطر مدينة لازم نحضرها إلى غاية 2019. إذا 7000 يعني مؤكدة، وإحنا نطمح نروح إلى 10000. وحرصا على النوعية وتسليم المساكن بكل المرافق الضرورية، قطاع الأشغال العمومية يقوم بتجسيد شبكة الطرقات وربط المدينة بالطريق السيار من خلال ازدواجية الطريق الولائي 114. اليوم نقدر نطمن والحكومة تطمن السكان إن شاء الله اللي راح يجيو لبوينان على أنهم يكفيهم زمن فترة 14 دقيقة 15 دقيقة ويكونوا في أبواب العاصمة، يعني من هنا من بوينان إلى العاصمة، وهذا بفضل الطريق المزدوج وبفضل المشروع الاستباقي اللي تسجل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية ليربط الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة مع المدينة الجديدة. قطاع الموارد المائية يرافق هذا المشروع من خلال مخطط خاص بهذه المدينة من حيث تزويدها بالمياه الصالحة للشرب ومخطط مياه الصرف الصحي. في السنة هذه نقدر نمشي بنسبة تجنيد المياه الصالحة للشرب أقصى حد نقدر نمشي حتى 15000 ساكن إلى آخر سنة. بالنسبة للصرف الصحي كذلك وضعنا حلول ميدانية بحيث في مرحلة أولى رانا ننجزوا في أشغال لجر المياه المستعملة نحو المحطة الجديدة نتاع بوفريك، وسنعمل من أجل التكفل ببرنامج كذلك نفس العدد إلى آفاق 2015 ألف ساكن. كما تم التكفل الكلي بشبكة الكهرباء والغاز، وكذا إنجاز المرافق التربوية والنقل وإعداد مخطط عملي لمعالجة النفايات المنزلية. وبشلف أزيد من 400 وحدة سكنية عمومية إيجارية تم توزيعها عبر ثلاث بلديات شملت إعادة إسكان أصحاب المساكن الهشة، وهذا مواصلة لبرنامج توزيع السكن الهش أو السكن الجاهز. المتابعة لمحمد أمين بوتومي. بلديات ثلاث من ولاية شلف كانت اليوم على موعد مع توزيع أكثر من 400 سكن إيجاري عمومي بأم الدروع الشقية وتلعصة. السكن لن يكون من انشغالات المستفيدين مستقبلا. كنا كارين والحمد لله فتح علينا ربي السكن. تحية الرئيس بوتفليقة ورئيس الجزائر، تحية الجزائر والحمد لله يا ربي فتح علينا ربي. يعني كنت في حالة يرثى لها، يعني كنت مسكنة سكنة كريت وليت ضانع عاود خرجت عاود عباد شغل سكنوني عندهم ماشي واحد ماشي زوج. أنا داير دوسي 2006 راني في سكن هش هيا وفتح لي اليوم ربي سبحانه. العملية التي تسير وفق